إذن وإلى آسيا بداية، حيث انخفض الإنتاج الصناعي الصيني لأقل مستوى له منذ 6 أشهر مسجلا 5.6% مقارنة ب 5.7% للشهر الماضي، وأقل من التوقعات التي كانت عند 5.8%. تأتي تلك البيانات لتزيد من المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد الصيني، بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الصيني بشكل طفيف مسجلا 11% مقارنة بالقراءة السابقة المتوقعة عند 10.9%. الصين وبياناتها السلبية المتتالية نناقشها مع السيد جو الهوى. سيد جو، في البداية نتحدث عن أداء الصين السلبي. هو لا تكذب فيما يتعلق بالبيانات، لكن توالي البيانات السلبية ما مدى تأثيره على الأسواق؟ نعم، يعني الصين أكثر وأكثر البيانات التي تأتي الآن من الصين، من الملاحظ في الفترة الأخيرة أنه الأسواق تستوعب هذه البيانات، وليس هناك خلينا نقول خضة كبيرة جدا في الأسواق فقط بسبب الصين. يعني إذا بتشاهد النيكي قرب مرة جديدة على 20,000، الشانغهاي المؤشر الصيني كمان ما في عنا 0.5% وواحد ونص واثنين في المئة مع كل بيان عم يأتي من الصين. حتى أوروبا هلأ إذا بتشوف البري ماركت كمان ممكن تفتح بلس، يعني تفتح بالأخضر رغم هذه البيانات من الصين. الآن الصين طبعا وضحت القصة، وخصوصا مع الرئيس الصيني بشأن النمو بالسنوات المقبلة، وصارت البيانات الانتاج الصناعي أو كل البيانات المهمة الصينية إلى الآن تقريبا مستوعبة إلى ديسمبر. اللي عم بدير حاليا الأسواق هي من أوروبا، على بروز البرتغال مع إسقاط الحكومة، وشاهدنا اليورو كسر 1.07 6.74 الجمعة، رجع رد مرة جديدة فوق 0.7، بعده تقريبا تحت 0.8. متراجع اليورو فقط منذ بداية الشهر 2.5%، كمان هذا أداء سلبي جدا لليورو. إجا كمان أتى ذلك مع الوظائف، يعني الوظائف طلت البرتغال حاليا، وعنا طبعا عم نقترب من 15-16 ديسمبر اللي هو الموعد المرتقب، ومن اجتماع أوبك أيضا ب4 ديسمبر، اجتماع مهم جدا جدا جدا، رغم أنه إلى الآن ما في أي يعني يعني أخبار رئيسية بتقول أنه ممكن يصير في كات لل يعني تخفيض لل. طيب نتابع بالصين، يعني يقولون أنه مدى تأثير أي أخبار سلبية يكون على العلاقات المباشرة للصين مع أي دول الجوار أو دول عالمية، يعني هي كونها ثاني مستهلك للنفط في العالم، لا تنسى أنه أيضا هي تورد إلى العالم. هم ما عندهم مشكلة في التوريد يعني أو في التصدير، اسمح لي، لأنه هم بالعكس يرغبوا في هذا الاتجاه، لكن الواردات الصينية ستسجل أو تسجل تراجعات متوالية. السبب هو الاستهلاك المحلي في الصين، نمط الاستهلاك الصيني، مدى ربما مقدرة الصين على إنعاشه، كيف تصفها؟ نعم، هلا الصين مدفوع بنمو على المدى السنوات المقبلة، مدفوع بتمويل كبير جدا، هذا شيء خطر بتقريبا علم الاقتصاد، لما بيكون التمويل، يعني تعرف انه سبب النمو احد الاوقات بيكون اللاعب الرئيسي بالنمو هو التمويل، بقى التمويل الكبير جدا اللي كان بالصين خلال السنوات المقبلة لعب الدور الاول والرئيسي بتسجيل 8.5 و7.5 وفوق 7.5 لمدى عدة سنوات وما إلى ذلك. الآن كانت الصين وصلت بين خليني أقول بين مشكلتين، أول مشكلة تخفف من التمويل وبالتالي يصير في تباطؤ عندها، والا اذا بتتابع بصير في عندها فقاعه عقاريه، وقعت هي بين صادراتها والفقاعه العقاريه اللي عندها داخل البلاد، بدها تضل على طول يعني نشيطه وما الى ذلك. وكمان بتعرف انه صادرات الصين هن بترول الصين، يعني كيف اي بلد صادرات الصين هن اهم بيان يمكن بياتي هو صادرات الصين، والاسواق اكثر يعني بتكون حساسيه على صادرات الصين. الصين كان بدها بس كمان توقف مثل ما قلت لك الفقاعة العقارية اللي كانت عم تنمو. أخطر فقاعتين عقاريتين بالعالم موجودين حاليا بالصين وبوسط لندن بالعقار الفاخر. إلى الآن لم يظهر أي شيء أنه ممكن يعني ينفجروا هالفقاعتين وبيتزوا. إذا حصل شيء أيضا مترابطين، إذا حصل أي شيء بلندن، الصيني سيبيع في لندن ليحد من خسائره ويأتي إلى يعني حيزيد أكثر بالعيار. أعود إلى التأثيرات الأخرى، الفيدرال الأمريكي، نعم اقتربنا بمؤشرات عديدة من أنه ديسمبر المقبل سيكون الاجتماعات الفيدرالي مقدرة على الإعلان، هذه المرة صراحة عن رفع أسعار الفائدة، كيف سيكون ذلك؟ نناقشه معك سيد جو، أرجو أن تبقى معنا أنت والسادة المشاهدين بعد قليل. ماذا يعني للأسواق
هل يقوم الفدرالي برفع سعر الفائدة؟ We manage it as you would. Like you, we believe success is built on the Asian values of integrity and hard work. Bank of Singapore, Asia's global private bank. الكلام المسؤول لا يصدر إلا من شخص مسؤول. تصريحات بعض المسؤولين مثيرة للجدل، تشغل الرأي العام. حوارات هدفها اقتناص السبق، المعرفة والأرقام من أصحاب القرار. كلام مسؤول على CNBC عربية برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. ونعود إلى جولتنا على أداء الأسواق العالمية. الكل يتساءل لماذا كل الحديث ومن فترة كان عن الفدرالي وقراره لرفع سعر الفائدة؟ هل هذا يعني أن ننظر بسلبية إلى هذا الموضوع أم بإيجابية؟ كالعادة، من يبسط لدينا هذه الأفكار ويمهدها ويسهلها؟ ولمن فات متابعة هذا الموضوع من بداياته، جو الهوى يعطينا إياه بشكله الحقيقي. سيد جو، نتحدث دائما عن قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفدرالي، يتأخر يتأجل وغيره. هل لك أن تفسر لماذا يتأخر الفدرالي بداية في رفع سعر الفائدة، وماذا يعني أن يقوم بالبدء برفع سعر الفائدة؟ نعم، بالنسبة إلى الأسعار الفائدة اللي هي الصفرية أو القريبة من الصفر، طبعا المستهلك على المدى القصير يعيش في نعيم مع في الأمريكي طبعا مع هذه المستويات. لماذا؟ لأنه بيتأمل له قروض السيارات، قروض الاستهلاك وقروض العقار. عندك ثلاث أنواع من القروض على فوائد صفرية، وأيضا الشركات المتهيئة بالنسبة للفرد على المدى القصير هي كانت توب له خلال السنوات الماضية، بلس أنه بالنسبة إلى الأسهم شركات عندنا حالتين، استعملت المال الرخيص أيضا لتطفي ديون مزعجة، وصير في عندها مركز مالي نضيف وعنده أساسيات أقوى، وياخد بالتالي تصنيف عليه، ولما بيصدر سندات الشركات يصير عندها تصنيف قوي كمان نفس الشيء. وبالتالي أيضا استعملت المال الرخيص الشركات المتوسطة والكبيرة لشراء أسهمها، وتيسير الكمي وشراء الشركات أسهمها كانوا هن الرالي اللي سجلوا الدو جونز من 6200 إلى فوق 18000. نعم، لكن عندما نسأل عن سعر الفائدة حتى نحدد للمشاهدين، هو سعر الفائدة على الودائع أم على القروض؟ هو لتحسين أداء الأسواق فبالتالي سيكون على القروض، لكن هل بالفعل في غير السوق الأمريكي دول أخرى تقدم قروض شخصية، قروض للمنازل، العقارات أو للسيارات أو غيرها بأسعار فائدة مغرية لإنعاش الحركة؟ نعم، هلأ بالنسبة إلى هي كمان بيعتمد على شيء هو العرض النقدي في الدولة. دائما في أي دولة طبعا متوفر السيولة والكاش بقوة جدا، وأيضا منشوف أنه بصير في فورة قروض عندما خلينا نقول بتصير الودائع تزداد بشكل كبير جدا، ولكن الكاش موجود حتى بالأزمات. ولو منلاقي شح سيولة إن كان بالستوك ماركت أو بالأسواق المالية بيكون مش ليس هناك كاش، بيكون غياب الثقة أو في مخاطر كبيرة جدا لإبراز هذه الأموال التي هي ودائع يجب المحافظة عليها، وبالتالي بيذهبوا باستثمارها إلى أدوات ثابتة مع عائدات خلينا نقول ليست كبيرة جدا ولكن محيدة عن الأخطار، وبالتالي لتأمين عائد ثابت لهذه الودائع. اثنين، أيضا تستعمل الأسواق المالية بالنسبة إلى رفع الفائدة. عندما تكون الفائدة خلينا نقول متدنية، الأسواق المالية بتلعب دور بالتضخم بشكل كبير جدا. نعم، ترتفع الأسواق بشكل كبير بزيد الاستهلاك للشخص بالمول وما غير المول، وبالتالي بيحط ضغط على الأسعار السلع. ونفس الشيء لما بيصير في كراش مثل هلا الفيدرالي، اخذ
الاعتبار بقوة عوامل خارجية أبرزها عامل داخلي خارجي. داخل خارجي يعني قصدي العامل الخارجي عن اللي هو بده ياخده ولكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو الداو جونز وسلامة الأسواق. وبالتالي يعني أي هزة كبيرة جدا سيؤثر على بيانات أخرى داخل مين ستريت مش بول ستريت يعني داخل الشارع الحقيقي. طيب الدولار الأمريكي عندما نسمع أي حديث عن فيدرالي الدولار هو أكثر مجس يعطينا حقيقة النبض لهذا القرار. لماذا ما إن سمعنا أنه نعم الفيدرالي سيتوجه في ديسمبر رفع سعر الفائدة وجدنا الدولار يعود إلى قوة؟ نعم الدولار كمان في بعض العوامل السياسية يمكن مثلا بتدخل يعني إذا ما نخذها أحد الاعتبارات أنه ممكن أوباما بعد فيه تقريبا سنة ليسلم الولاية عمل عدة قرارات مهمة جدا إن كان بالاقتصاد أو بالسياسة ممكن كتير أنه ما ينهي ولايته مع تصحيح كبير جدا في الأسواق. يعني أنه ما يكون عم بيسلم الولاية ويكون فيه 3000 نقطة نزول أو يرجع على 15,000-14,000 ممكن كتير يكون أنه يصير في تسليم هادئ بدون أي مشاكل وبعدين يرجع لأنه رح يأثر إذا أي حصل شيء قبل الانتخابات حيأثر أيضا على المرشح من داخل الحزب الديمقراطي يعني اللي هي البارزة إلى الآن هيلاري كلينتون مقابل الحزب الجمهوري وأوريدي الحزب الجمهوري هي وول ستريت أوريدي هي جمهورية معظم الأحيان يعني رؤساء الشركات بيكونوا ريبابليكنز كلهم مش ديمقراطيين. هذا إذا ما نتكلم بس سياسي إذا ما نتكلم بالنسبة للعوامل السياسية الداخلية الأمريكية إذا ما نتكلم بالنسبة للدولار بدأت الشركات أصلا تتعامل مع يمكن تسعرت سنداتها للشركات تمويلا من المستثمرين أو تمويلا من الأسواق كمان تسعر هالشي صارت أكتر بتصور بتستوعب أي رفع للفائدة بعدين يمكن مستبعد أنه يصير في رفع من هلأ لسنة أكتر من 1% رغم أنه بيصير في سيناريو رفعات متتالية أو لا ولكن يمكن مستبعد أن هاي السنة حساسة جدا خصوصا عم بصير في تغييرات كبيرة جدا ولكن الأبرز الفيدرالي يراقب أوبك أيضا ويراقب ما سيحدث في برميل النفط أي هزة كبيرة $15 أو $20 للنفط مرة جديدة ممكن كتير يزلزل كل الأسواق قبل قرار الفائدة. نعم دائما فقط مع جول هو لا نقاطع كمذيعين لأنه حصيلة ما يقوله هو درس خصوصي شكرا. للمشاهدين فيما يتعلق بالتوعية بهذه الأمور وشكرا جزيلا لك سيد جول هوا أنت كبير المحللين في أمانك.